قولي تمزت فيرلندا الشمالية؟ هذا لا يعني كل شيء. أنا لا سألتك ما يعني. ما زلت في أيرلندا. ما زلت في أيرلندا. شوف هو راهو الراجل يقد يواجه أيا كان. انا لا تعيط لي باسمي، انا ما نعيط لك باسمك. انا في اللايف ويا العميد. انت عارف واش انت حميد في الايام؟ اسمع نقول لك، اسمع باش لا نقول لك يا حرق عويش بي منين تشي بيك يا الخاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بر شعب الصحراء. شحال الجميع، ياك لباس ياك بخير، الحمد لله ما شاء الله. هذا أحد الأبطال، أحد أبطال أوروبا، أحد أبطال الغزوات اللي قال عنه لا يجيب الاستقلال من أظن هو في السويد. هذا المتربي اللي تربيته فتبارك الله ما شاء الله، والله اللي متربي ومتخرج من مدرسة التربية ومدرسة الزريبة أظن هذا كامل تعرفوه أو البعض بعد يعرفه. هذا كان يبيع الفيزات اللي كانوا يجوا المرضى في الحمادة، وكان يشترك مع مافيا بيع الفيزات. كان يبيع الفيزا في الحمادة ب5000 أورو، وهذا كان أحد الشركاء لتلك العصابة اللي كانت تنشط في المخيمات في سنة تقريبا لا تكون 2000 والألفين شوي الألفينات بعد. والله ايه، مرة يجيب صحراوي للتيك توك، صحراوي اللي عندهم طرح مغاير لطرحه هو وطرح الجبهة، وعادي جدا يعني ما يقدر يحاورهم الا يجيبك فم ويتم بيك خيك وكذا والعمالة والخوانة هذه هي تربية المجاهدين والمناضلين في أوروبا اللي لا يجيبوا الاستقلال. ولو كان راجل حمدي او غير حمدي او زعطاطة او فرطاطة او ابراهيم او غيره، اولا يناقش بادب باش نعرفوا بانه تربيته ناقع من خيمة صالحة. هذا اولا يناقش باحترام، وحنا لو كان نخافوا او جبناء ما نناقشوا معاكم في هاي المنابر كاملة باحترام وبادب وبوجهنا المكشوف. ثانيا هو راه مقاف المايك ما يخليك تتكلم، هو مقافل الميكرو المايك في تيك توك وجابك فقط من أجل هذوك الكلمات يا حرق بيك يا كذا يا فقط لا غير. من أجل إيش؟ من أجل لايف عنده يطلع لا غير. يا غير يحاورك كصحراوي ما يقد، لأن أولا هو شفار، كان يبيع فيزات المرضى اللي تجي للحمادة، كان يبيعها ب5000 4000 أورو في الحمادة، هو مع ديك الشبكة المافيا اللي في الحمادة. انا نعرفه ونعرف خباياه يعني ما يقد هذو مناظرين من بعيد، وتلك الاقصاف من بعيد، ولا ينواسوا من بعيد. ده كامل من اوروبا، الاستقلال لا يجي من اوروبا، كامل لا يجي لا من بعيد، الاقصاف من بعيد، كل شيء لا من بعيد. يا غير وجه لوجه ما يقد، وحتى في حوار كيف هذا درك ما يقد يحاور، ما يقد نعجة. مرحبا وسهلا وهلا علي. ان الانسان لا في نقاش يناقش باحترام، احنا ننظر لا ناعته تربيه ما لا نقول الزريبه، غير ربما الزريبه احسن من هاي التربيه اللي تربى. السلام عليكم ممر كلنا موريتاني الحبيبه. هذا الفيديو اللي تروجي فيه يا السعداني، هذا الفيديو فضح جبهة البوليزار واعتماد على وحدين ما هم صحراويين. علي سالم السويه معروف صحراوي، ولد الصحراء والقبائل الصحراوي في الساحل، ابن الساقي الحمراء وادي الذهب. غير في الطرف التالي داك اللي قال له حمدي ما هو صحراوي، يتكلم الحسني حق بعد، واحد تالف البوليزار حق بعد. يا غير ما هو من الساقي الحمراء وادي الذهب، ما هو صحراوي بمعنى ما هو من الصحراء الغربيه هذه، ما هو منها نهائيا. وطلع عنده هذا علي سالم السويح وهذا حمدي ما خلاه يتكلم، علاه ما يخليه يتكلم؟ علاه به ما يقد يناقشه، ما يقد يحاوره، ما يقد يتحاور معاه، ما يقد يتكلم معاه؟
ما خلاو يتكلم عادي يتكلم على شي تافه. انت في ايرلندا الشماليه، واش هي معنى ايرلندا في الشماليه؟ هذا شنو معناه؟ شنو هي مخسره ايرلندا الشماليه على علي سالم السويح ولا اي حد تاني كان في المغرب ولا كان في ايرلندا ولا كان في المريخ؟ هذا ما هو حوار، هذا ما هو طلع عندهم غير هما رتبكم خافوا منه، عارفين على انهم ما يقدوا يناقشوا معاه. واحد يدافع على البوليزار ما يقد يحاور واحد صحراوي نهائيا. وانا هذه بعد لاحظتها في هادو ابواق البوليزاريو، ما يقدوا يحاوروا الصحراويين، ما يقدوا نهائيا، ما يقدوا، مستحيل مستحيل له يتفضحوا امام متابعين يلين حد من هادو جماعة البوليزاريو يحاور واحد صحراوي بيهم شنو؟ انا السؤال الاول اللي قد يطرح علي سالم السويح قد يطرحوا على حد تاني، انت يا حمدي ولا اي حد هذا من ابواق البول، نعت صحراوي، نعت نحد من اهلك في الساقي الحمراء وادي الدهب، نعت نحد من اهلك، سمي لنا حد من اهلك، ضرايك في العيون في الداخله في بوجدور في سماره، نعت انت صحراوي سمي لنا حد من عائلتك ومن اهلك، ضرايك في العيون في الداخله بوجدور، ما هو خالق بيك انت مالك صحراوي تقدر تكون ترقيبي ولا واحد من تكني ولا من واحد من ولاد تدرارين ولا واحد من جميع قبائل الصحراء، يا غير هذا ما يعني لأنه قراصك في الصحراء، هذا ما يعني لأنك صحراوي. هذه قبائل الصحراء كاملة خالق منها في المغرب، خالق منها في موريتانيا وفي الجزائر، بمعنى على أنه أي حد يكون منتمي لهذه القبائل ما يعني على أنه صحراوي من الساقي الحمراء والذئب. هذا حمدي والسعداني وهذه الخليفة برك، وهذو كاملين ما عندهم علاقة بالساقي الحمراء وادي الذهب. إن قال لهم ألا الطفيليات يتلصقوا في قضية الصحراء ويتلصقوا في الصحراويين وراكبين على شين، قال اللهجة الحسانية لا أقل ولا أكثر. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، كنا موريتانيا الحبيبة، مرحبا وسهلا. هو ما هو صحراوي ذاك هو اللي عنده الحق يتكلم في قضية الصحراء، هي تلي يتكلم عنها لا ناس اللي ما قارج عليهاش، هي أقرب لها الشيء، أقرب لهذا الشيء المناضلين المهاذيبو مثلا لبعطل ذولي منهم في المنتديات، ذولي منهم في كلنا موريتانيا الحبيبة. تقد صحراء يتكلم عنها لا حد ما هو صحراوي، مال الصحراويين أهلها اللي هم أهلها راهم وفات عندهم الرواية اللي منهم قاعد أصلا ما حرك، واللي حرك راهو نص رجع وراه نص الثاني راهو طاير في أوروبا وطاير في العالم، هو صلى هو اللي قد يتكلم ولا هو اللي قد يتكلم. يا غير انا بعد زين عندي لا قولوا معدل عنه هريوهم واشتهد على روايه، وندور نقول له من قريب، وندور نقول له من قريب منين؟ لا شو الفافي شفت اشتهى الصحراء بالواهم الكبيره، هذا لغ في السيل لانهم لو نهارات قاع ما سمعوها، هذا لغ في السيل اللي منين فاتوا الصحراويين وفات عندهم مات لو مناقشين هكا ما لكن لا يعدروا فيها ومن اجلها معدلين وبسكات بلاهم مولانا بلاغ في السين يتكلم باسمهم ولا احلى لك تجيب لي اثنين الا اثنين من هذا لغ في السين عندهم علاقه بالصحراء. السلام عليكم منبر الشعب الصحراء، مرحبا كبيره بكم انتم هادو منبر الشعب الصحراء، ما كنا الصياب لكم يا غير بعد الليل الصياب شوي هاك على نشرة. شفت هذا الفيديو صار انتباهي، هذا الشخص حسوا قال له حمدي حسوا يبان داخل نقاش لعنه خوته والصويح الله تعالى أعلم. يا غير يا حمدي ولا غير كاع هذه لو السيمة اللي كانت على قيادة البوليزاريو يا تحدي يتخلى عنها يوصل معاها حق، هذه قضية عميل قضية خاين قضية مندس، هذا لا نوع من الخزعبلات اللي ما تقدم ولا تقاعس. شوف أنا من النعود صحراوي وأنا عارف عنه صحراوي، هو قاع إلى عاد عميل عمالته الله الراسه، وإلى عاد خاين الله الراسه، وإلى عاد مندس الله الراسه. وأنا بعد ما علي يقولها لا علي نقول هالو بي اللي خارج الرواية، أنا بعد نتكلم عن راسي نعود بكلمتانا
حاجه اللي يعني قانع جميع الصحراويين انهم بعد انقطع عنهم ما هم وطنهم ما يختلف عود ما فيهم اللي كاره وطنه ولا فيهم اللي كاره شعبه ولا فيهم اللي كاره هم اللي الخير لشعبه نهائيا. السوا قاع تعاقبنا في السياسات والسوا تعاقبنا في وجهات النظر، يبقى بعد فم روايه تربطنا هي خيمه الصحراء عن ما حاجه اللي يعني عن خالق صحراوي يكره الصحراء ولا يكره خيمة الصحراء ولا يكره مكون الصحراء ولا يكره بناء الصحراء، ما هي حاجة ذلك. ما أنا عن هذه السيمة اللي كانت حالة بها قيادة البوليزاريو السبعينات ودوات بها الصحق المتثقفين ودوات بها الدكاترة ودوات بها أولادها، هذه قضية السيمة أنت مندس وأنت خاين وأنت عميل، يا ريت حد يتخلى عنها يترفع عنها لأنها ما هي نافعة ما هي مزيش باطل. إذا كانت مزيش تزيد واحد سابق نحن ما زالت له. انا عني انا اخوي ولا عمي وصاحبي وقريبي صحراوي الى ها وجهه نظره ما هي وجهه نظري انا وهو شايف شيء ماني انا شايفه وانا شايف شيء هو ما هو شايفه، يا غير يبقى فهم بين الاحترام والموده والاحترام وشي زين وقال انت خيمه الصحراء وانت مولا ولاد الصحراء، وهذا هو اللي يتحدى الصحراء عرفاء كاملين. ونتمنى لكم الخير وبارك الله فيكم ومرحبا بكم السهل، حد يصل عنه مع اخوينا ولاد عم واخوت واهل ومرحبا بكم السهل مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منبر الشعب الصحراء، كيفكم؟ لباس بخير، الله يسلمكم، مرحبا واهلا. خيال فيديو أنا بعطاه انتباهي عنه ما هو زين وعدواني حتى فاهم الرواية والتصوية حتى قد تختلف معه في أسر من الأمور، والله يدبر رأسه لا يعود باغي يعود مغربي والله يعود بلدي باغي يعود فاهم الرواية. أرجع الوالدين قاع اللي يعودوا متوفين الله يرحمهم ما هم عدلين شيء ولا هم حاضرين في ذا اللي واقع، وبالتالي تموا طالعين على السوشيال ميديا ضحكوا فيكم الناس، هذا بعد ما هو طيب والله مو زين ولا طيب، وقايل عن حد اللي يبني صورة بذي الطريقة أراه بعد يكذب على رأسه، وهذا ينفر ما يوحد ولا يكثر من اللي ولا يكثر من اللي الأنصار ولا يكثر من اللي حتى الناس حتى القضية اللي عاد تعادلت تجيفر من هالناس بذا الأسلوب وبذا الطريقة الركيكة حقيقة اللي ما هي طيبة والله. السلام عليكم ورحمة الله، الشعب منبر الشعب الصحراء، مرحبا بكم سهلا من بداية القائمة إلى نهايتها. نتأسف مباشرة، نتأسف التأسف الشديد ومستنكر هذا التدخل لهذا الشاب اللي يسلخ ويعيب رسالة، هو عيب مشروع الصحراء، يعيب السياسة الفاشلة، يعيب ويظهرها. هذا ما نظن عنه من الشباب المتربي في المخيمات، لأن المخيمات الحمد لله تربيتها كانت إيجابية، كانت معروف لها ومعروفة، لا سيما التربية جاءت من المدرسة والله من المؤسسة، لأن التربية فعلا هي التنسيق بين الأسرة والمدرسة، ولكن هذا فعلا ما عرفنا كانوا من تربية المدرسة ولا الأسرة، والله خلل ما بين المدرسة والأسرة والعادات الصحراوية، لأن الصحراء الكلام الخاسر ما هو المهم، وقضية الصحراء ما هي قضية حمدي ولا قضية حيدار ولا قضية عمر ولا زيد، هي قضية شعب كامل، وهذا الشاب اللي يعتبر الشاب يتكلم ويدعي ما هو من تربية الصحراء ولا هو من عاداتها، ونتأسفوا له ونستنكروا ذلك اللي يقول فعلا يطبق عليه ذلك قال علي سالم عنه لا من الناس المرتزقة اللي تبيع الفيزات وما لأن الصحراء ما يعطي ذلك، لأن الصحراء تربية صالحة، والتربية الحقيقية هي تربية الأجيال الصاعدة حول الأجيال الناضجة، وهذا ما جاء ما هو فعلا المسائل اللي خارج عن نطاق ولا لها علاقة بمصلحة الصحراء ولا نضالها، بل هو من الناس اللي دافع تحت هذه القيادة الفاشلة الدموية المرتزقة. ومرحبا أخوكم سيدي، مع التحيات للأخ علي سالم سوية. السلام عليكم ورحمة الله، منبر الشعب الصحراء. فعلا تعليقا على الأخ اللي قال عن المدلو حمدي، هذا من الناس اللي فعلا ما تخدم مصلحة الصحراء ولا تلوذ مصلحة الصحراء، بل تلوذ المصالح هي ومصالح اللي تابعه له، يعني هو يعني بدل من يرحم على ابو علي سالم السوية اعترفت الجبهة للدفع هو عن سياسة الفاشلة ما يجبها. انا كتلته وطلبت السماح، مازال يحرق عليه حتى الاساليب اللي اتخذوا دفاعا عن القضية الصحراوية ودفاعا عن مصير الصحراء خاطئة، وهذا يعكس الدفاع، بل هو ما يدافع عن الصحراء، يدافع عن مصالحه الخاصة.
مصالحه الخاصة والنفاق والتبعية السياسة الفاشلة. مال هذه الصحراء وخصوصا التربة ومنه في عهد يعني الثورة كانوا أناس مربين على شين قالوا حسن النية، مربين على شين قالوا الاحترام، مربين على شين قالوا الاستمرارية والدفاع الحقيقي والصراحة الصراحة الصراحة الحقيقية. ومرحبا وسهلا تمنياتي للسوية باستمرار في النقاش المثمر، النقاش اللي يجمع للصحراء ولا يفتتها، ونرفع القبعة ونرحم مرة ثانية على أبوه وجميع ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة والعدوانية والدموية، اللي نتمنى من الجميع عنه لعدله يدخل يتدخل في المصلحة العامة ويتدخل من أجل جمع الشمل والتخوين. ما عنده أي حق باش يخون، لأن الصحراء وقضية الصحراء ما هي قضيته هو وحده، قضية والسوية وقضية الجميع. ومرحبا سهلا أخو سيدي معي بس وما يدورك ما تتكلم عن مدكات لأبوك، هذا بعد أنا ما قد شفته عيني. يعود أبوك مقتول ومنين تتكلم ينقال عنك خايب، هذا ضرك من الظلم ما قد نشهده. لا يا محمد خوان، إلى عاد نعطي أنا أبويا نسكت ينكتل قدامي، والله تكتلوا مدة ولا نقد نتكلم. كان ينعود ماني خاين أصب يا محمد خوان. حتى منين مشينا عنهم وعدلنا ذل معدلين باطل وجبرنا ذم اللي هانا عقبوا وجبرنا فيه بعد لا خونونا وقالوا عنا مندسين وخوان، وما زالوا قاتلنا إلى حد الساعة بالتخوي. هنا قاعدة كانوا افتصلوا معانا كرام ومد الصقع تعيب نحن وتقول لنا خوان وعلاش تعدلوا اتفاقيات مع المغرب، عليه علاش تعدلوهم في السعودية معه، وعلاش تعدلوهم في مراكش معه، وعلاش تعدلوهم في كل بلد معه. ها لا زر الضايا مالح وزر هبات، ثم هم اللي تعدلوا وإحنا ما نقدر نعدلوا شي، ما عدنا خوانا، وانتم اللي عدلتم ما يكلم عليه.